احنا دي السنة الثالثة اللي بننزل فيها في المعرض. المعرض الميزة الكبيرة اللي فيه ان هو معرض متخصص، معظم الناس اللي بتبقى موجودة هنا هو صيادلة لهم علاقة بالفيلد اللي احنا بنتكلم فيه، ما بتلاقيش الناس اللي هي ممكن تبقى بتدخل تجمع كتالوجات واوراق. ناس انترست، ناس فاهمة، عارفين هم عاوزين ايه. فالبومينج اللي عمله المعرض السنة اللي فاتت، قلت ازاي انا ما روحتش المعرض؟ قلت لا، انا لازم اعوض تقصيري ده ان انا ابقى موجود السنه الجايه. والحمد لله يعني كان تارجت من السنه اللي فاتت والحمد لله حققته يعني. والحمد لله لغايه دلوقتي حوالي 3 4 ساعات اللي قعدتهم او الخمس ساعات، وضع بصراحه مشرف 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 يعني. مش شايفه حجم الاقبال اكبر على المعرض من البدايه يعني. يمكن انا السنه اللي فاتت كان اول يوم اهدى، انا شايفه من الصبح ان في اقبال عالي. بالنسبه للمعرض يعني في فترة بسيطة جدا أثبت نجاح بطريقة غير متوقعة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الحمد لله ده كان حافز لينا ان احنا بالنسبة لنا بنقدم كل ما هو جديد في عالم تجهيز الصيدليات. انا حتى في الصيدلية ما بيجيليش كل الشركات دي، ما بشوفهمش، ففرصة ان انا بقابل اكبر عدد من الشركات وفي نفس الوقت يعني تنوع في الخدمات. يعني مثلا بقى بتلاقي شركات بتعمل دعاية على الاصناف بتاعتها، شركات صيدليات خدمات صيدليات بتعملها لك، ابحاث، في شركات بتعمل ابحاث. My name is Yan. I come from China. Our company is Guangdong Foreign Trade Import and Export Corporation. We come here to looking for some importer for our products. حتى في بعض الشركات اللي شفتها دلوقتي، مثلا شركه صيني مش موجوده في مصر، فعرفت منتجاتها او عرفت فكره عنها من خلال المعرض. يعني ممكن المعرض بيديني فرصه ان انا اشوف حتى الشركات مش داخل مصر، اللي جايه حتى من مصر وعايزه تخش السوق المصري. احنا بنعمل ماركتنج سيرفيس، بنعمل ديجيتال ماركتنج، ممكن يكون اونلاين او اوفلاين، نعمل حملات على الفيسبوك، ممكن تبقى هارد كوبيز يعني از بامفلتس او بروشورز او فلايرز. بنشتغل في الاركيك ورك. الشركه بتاعتنا سيمبلي بتعمل فكره جديده ان احنا بنجمع كل الصيدليات وبنديهم السبل التكنولوجيه اللي تساعدهم ان هم يكبروا ويقدروا يستمروا في السوق المصري للدواء، وده ينعكس على صحه المرضى. كل سنه بنحرص ان احنا نشارك في المؤتمر، بنحس ان هو نافذه لايبوكو انها يعني التيزر الجديد دي عندها بالنسبه لكل الصيادله الخريجين او الصيادله القدامى. واحنا عندنا كذا وكاله اللي كلهم بتشتغل في مجال الاطفال زي شيكو، جريكو، جوي، تومي تيبي. احنا داخلين السنه دي ببراند شيكو، ودي السنه الثالثه لينا في المعرض. احنا اشتركنا في اول سنه وثاني سنه وثالث سنه، واحنا لسه واخدين البراند ليد التوكيل من بره، فاللانش بتاعه حبينا ان هو يبقى في حدث كبير زي فارماسي اكسبو، بحيث ان احنا نغطي عدد كبير جدا من الصيادله. يعني احنا من خلال المعرض عايزين نوصل لحاجه. اولا احنا شركه سيستمز ايجيبت، احنا احدى شركات فاروق سيستم انترناشونال في امريكا، احنا بيت التجميل بتاع ملكات جمال العالم. الحاجه الجديده اللي احنا بنقدمها النهارده، في عندنا اكتر من نظام للعرض بالنسبه للصيدليات في اربع انظمه موجوده جديده، ودي اول مره تنزل بالنسبه للصيدليات. عندنا حاجات جديده جدا زي وحدات الموبايل سيستم المتحركه. بنقدم لهم عروض على المنتجات بتاعتنا، عروض خاصه بالصيدلي نفسه، يعني خصومات ويعني اوفرز كل سنه بنعملها مختلف عن السنه اللي قبلها. يعني احنا كشركه بقى مصر للصيدليات بيجي لنا ناس بيتكلموا عن المعرض، انا فوجئت بيها يعني، يقول المعرض ده حقق النجاح بجميع المحافظات. انا يعني من اسوان، مرسى مطروح، كل الناس بتيجي. والله يا جماعه فارماسي اكسبو في الدوره الثالثه بيتطور يوم عن يوم. لازم تحجزوا مكانكم لو سواء انت هتعرض عن شركتك او عايز توصل لعدد صيادله، او لو كنت عايز تشوف الحاجات اللي بتتقدم من العارضين في المعرض، لازم تكونوا موجودين هنا السنه الجايه.